للعجين كوب ونص طحين، معلقتين كبار طحين الذرة أو نشا، معلقة ونص خميرة، شوية ملح، معلقة كبيرة سكر، كوب ماء ساخن تقريبا عند العجين، معلقتين كبيرة زبدة مذابة، ومعلقة صغيرة زيت زيتون، معلقة كبيرة زبدة طرية طحين، ذرة لرش القاعدة. بالنسبة للحشوة بنحتاج 4 معالق زيت زيتون، شوية ثوم مهروس، و4 حبات بندورة مقشرة ومفرومة، معلقة صغيرة ايش هذا اوريجانو، رشة ملح وفلفل اسود، و100 جرام فطر معلب او طازج. نحتاج نص ضمة سبانخ طازة ومفروم، 100 جرام جبنة موزاريلا او كشكوان، و60 جرام جبنة بارميزان، و50 جرام جبنة فيتا. تمام، حلو كثير. اوكي، هلا اول شيء بدنا نعجن العجين، بس قبل ما اعجن العجين بدي اقلب الثوم على النار عشان اعمل الحشوه. تمام، فهلا بنحط بس الحشوه اللي هي بدنا نحط الثوم على النار، خليها تاخذ وقتها مع شويه زيت زيتون. حلو، هلا بنحط الطحين. هذا الطحين اللي بنحكي عنه هذا اللي بسموه كورن ميل، اللي هو طحين الذره. حلو، هلا لقوه ما لقوه يحطوا بداله يا طحين عادي، يعني يضيفوا كميه على طحين او شويه نشا. نشا بيمشي الحال بدل الحال. بس هو موجود اسمه كورن ميل، وبحط صورته على عصفور طحين. طحين الذره يعني، طحين الذره. اوكي، وبنحطه وبنحط بعد هاي بنحط بسيطه، مش مشكله، خليني اخذهم. بنحط رشه الملح، نتفه صغيره، طلعت ريحة الثوم. رشة الملح ورشة دائما الثوم المطبوخ ريحته زاكية. زاكية، في مزازة شوي، الدغدغ النخشيش. نحركهم مع زيت الزيتون. هاي العجينة كتير كتير زاكية، حتى بتنفع للبيتزا العادية. ما دائما نحط المي، هلا المي تدريجي مكتوب من كوب إلى 3/4 كوب، لأنه مرات الطحين كل مرة بياخد شكل، فنحن بنشوف قديش حاجة العجين. هلا بس تذوب هيك الزبدة، هاي بتعطينا لما يكون في عنا زبدة طرية وزبدة دايبة بتعطينا قرش كتير زاكية بالعجين. حلو، تمام، نرجع هذا هون لأنه أحمر. تمام، هلا بنعجن. هاي حطينا شوية زيت جوا تحت أحسابك. الله يسعدك. وزيت على الوجه، وبنتركها أقل إشي ساعة عشان تخمر. تمام؟ تمام. هلا بورجيهم الجاهزة، بنغطيها تخمر لمدة ساعة. أدي بدها ساعة يجولي؟ ساعة، تمام. أقل إشي ساعة. عملنا العجين، هلا بنورجيهم كيف خمرت، بس خلينا نعمل الحشوة. تمام؟ هي عملنا قلينا الثوم، بدنا نقلي الفطر. تمام؟ هي عم نقلي الفطر. وبعدين بنحط له، هلا خلينا نتبله شوي. هلا، شكرا، صباح الورد، بتسلم عليكي و بتحكي لك يسعد صباحكم، يسلموا على الاكلات الزاكيه. يسعد صباحها من الكويت. هلا، اهلا يا هلا، اهلا وسهلا فيها. حطينا ملح وفلفل اسود، عم نحط السبانخ عشان يدبل مع الفطر. هلا بدي احط البندوره، بنقلبها، بدنا نحط جزء من ذوب البندوره مش كلها، لانه في جزء بنحطه على الوجه. طيب، راما جبران من ابو ظبي، تصبح عليكي، تحب وصفاتك كثير. يسعد صباحك حبيبتي. تمام، روبا عبد هيثم، انا بحسدك على الكرسي اللي قاعد عليه والطاوله اللي جنبك. والله صراحة معك حق، موقع متميز، والأكلات يعني اللي تطلع من هالمطبخ ومن تحت ايدين الشفات صراحة إشي ولا أزكى. شف إيمان تحديدا هلا بتشوفوا يعني كمان نص ساعة زمن شو رح نكسر مهرجان رح نعمل. كل الصبايا مصبح عليهم، كلهم شاطرين ما شاء الله عليهم. هاي عم نحرك، هاي نحط الأوريجانو هلا، بعدين بنحط الجبنة عليها. ما بنطبخ الجبنة جوا،
طيب مرام سويس صباح الخير. هيثم كيفك؟ بس فضول العلب اللي وراك ايش فيها؟ هدول منظر هدول العلب فاضيين والله يا مرام. مرام هدول فاضيين. هذا ايش نجاس ايمان؟ كله بس كله كله زينه يعني زينه يعني فلين مش تفاح اخضر. والاناني هاي فاضيه يا مرام، ما في زينه ديكور. نسكرها بهاي الطريقه. هلا طبعا هي بتنفش شوي، هلا بنتركها تخمر كمان تقريبا 30 دقيقه زي ما هي هيك. تمام. رامي بسألك عن الجبنة إيمان، سمعتي أكيد. هلا رح أحط طبعا أنا نسيت أحط جبنة الفتة جوا. هلا بنحط الفتة جوا شقف. أوكي وبعدين بنحط البارميزان برا. أو الـ خلص نحن الفكرة الأشواء. يعني مبينة واضحة. ولا يهمك الجبنة بناكلها. عادي لا تروح بحطها على الوجه. جبنة بناكلها حاف هيك زي ما هي ولا يهمك. هلا بندهن من برا رب البندورة أو إذا عندكم بيتزا صوص بندهنه من برا، لأنه كثير كمان بعطيها طعم زاكي، بعطيها حموضة زاكية. عاد أنا هيني حطيتها قدامي ونسيت عجبها. يلا بسيط، بتصير معنا دائما مش مشكلة في المطبخ. كثير بتصير معنا في المطبخ دائما، بنكون حاطين مقادير وبننساها وبنحكي دائما. عادي مش نحن مشكلة. هاي الشيء معين أو شيء من المقادير نحن نسيناه بس. نسيناه بس حطوه جوا. ما في مشكلة حطوه جوا. وشقف هيك مربعة صغيرة وما تكتروه لأنه بعطيك طعم مالح كثير. شوف ما احلاها هيك هي بتصير. يا سلام. مع رشه اوريجانو. يا سلام.